للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. يعني أعتقد السؤال الأولاني هو لماذا يتم توجيه طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة بشأن منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة؟ يعني طبعا القضية الفلسطينية هي بالنسبة لمصر أم القضايا، وأمننا القومي متماس بشكل مباشر مع ما يحدث الآن في قطاع غزة. فالحقيقة تعبيرا عن الشارع اللي النهاردة أي مواطن مصري فيه بيصحى يتابع أخبار غزة دقيقة بدقيقة، هو أيضا من حقه أن يعرف من السيد رئيس الوزراء كل ما تفعله الهيئات والوزارات وكل أدوات الدبلوماسية المصرية من أجل منع تصفية القضية الفلسطينية. التهجير القسري وما يحدث الآن في غزة تبعاته هتكون شديدة الكارثية على العالم كله الحقيقة، والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بشكل يومي لغاية النهاردة لا تحاسب عليها، ولا أرى أنه العالم ينتوي أن يحاسبها عليها. ففي هنا رسالة مهمة جدا، رسالة للبرلمانيين من كل أنحاء العالم الذين لم يصوتوا على وقف إطلاق النار في غزة، أنا أراهم مشاركين بشكل ما أو بآخر في قضية التهجير القسري للفلسطينيين. لو ما فيش وقف إطلاق النار، لو ما فيش كتابة لما قيل على لسان العديد من حديثا جدا، يعني العديد من السياسيين على مستوى العالم وفي العالم الغربي بشأن منع التهجير القسري، فيصبح هذا محض حديث. فالنهاردة وجود الدكتور مصطفى مدبولي في مجلس النواب يعكس عدد من هذه الأمور، أولها مدى اهتمام النواب من مختلف الطيارات السياسية. يعني الحقيقة المتقدمين بطلبات الإحاطة هم من طيارات سياسية مختلفة. أنا نائب رئيس مصر الديمقراطي الاجتماعي الذي رئيسه الآن يجري في سباق الانتخابات الرئاسية. فالحقيقة كل الشعب المصري مهتم بهذه القضية. إيضاحات الحكومة هتبقى مهمة جدا حتى يعلم الناس ما تفعله هذه البلاد، واللي كان موقفها الحقيقة من أكثر المواقف العالمية صلابة منذ اندلاع الأزمة. يعني النهاردة أي حل مطروح للقضية هو حل يجب أن تكون مصر شريكة فيه بحكم الجوار الجغرافي وبحكم المصير المشترك وبحكم مدى دعم الشعب المصري بأكمله للقضية الفلسطينية. طيب سيادة النائبة، يعني طلب الإحاطة هو أداة رقابية للسلطة التنفيذية. صحيح. ما أبرز النقاط في رأيك التي يجب أن تتخذها في الاعتبار السلطة التنفيذية في الإجراءات والتدابير بشأن منع محاولات التهجير القسري؟ يعني دائما هناك موقف ثابت فيما يتعلق بأن التهجير القسري يعني تصفية القضية. ما هي أبرز التدابير والإجراءات التي مجلس النواب أو أعضاء مجلس النواب والذين يتقدمون بطلب الإحاطة يريدون التركيز عليها؟ يعني زي ما ذكرت يمكن لحضرتك، زي يعني مسألة التهجير القسري واضح جدا هي قد ايه مرفوضة رفضا قاطعا، وده قيل في كل موقف مصري دبلوماسي ثابت من على لسان السيد الرئيس شخصيا مرورا بكل من يمثلون الدبلوماسية المصرية. بس لن تحل مسألة التهجير القسري الا بحل مسألة وقف النار وادخال المساعدات. انا النهارده شعب يقصف كل دقيقة، شعب لغاية أرقام امبارح بس كان ميت منه 5300 طفل فلسطيني وزيادة في اليوم العالمي للطفل. هنا في جهود يجب أن تحشد شعبيا وعلى كل مستوى آخر وتقودها الدولة المصرية عالميا لأجل وضع إطار زمني لوقف إطلاق النار، لهدنة إنسانية ضرورية، ولأنه إدخال المساعدات بقى يعني بهذا الكم الآن يجب أن يتغير من الجانب الإسرائيلي المتحكم في دخول المساعدات، والذي يعني يصل بهذه القضية لنقطة من الكارثية الإنسانية. معرفش حقيقة العالم كله يقدر يرجع منها منين إزاي، لأنه هتتبعها موجات من الإرهاب والتطرف، وقد رأينا ذلك بالفعل يحدث في بعض العواصم الأوروبية. فالنهاردة الخطاب هو موجه لكل إنسان ذو ضمير حي، لشعوب العالم التي يجب أن تضغط على حكومتها
لأنه مصير القضية الفلسطينية الحقيقة أنا في ظني وفي اعتقادي هيكون مؤثر في تشكل خرائط السياسة العالمية في السنين القادمة. نعم. طيب بطبيعة الحال سيادة النائبة أكيد بتتابعي البرلمانات في دول العالم ومواقف البرلمانات في دول العالم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وفيما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد، يعني تصفية القضية على حساب دول أخرى. إيه رأي حضرتك فيما يتعلق بالمواقف التي ربما نشهدها خلال الأسابيع أو العشر أيام السابقة، المواقف التي تبدو تتغير بسبب إن كانت ضغط من شعوب هذه الدول أو أيضا المنظمات الأممية والصور التي نشاهدها بالتأكيد من قطاع غزة؟ يعني رغم كل التعتيم الإعلامي اللي أعتقد أنه هو نفس مفاهيم الشفافية والأداء الإعلامي وأسقط السلطة الرابعة في العالم لأنه أكبر المنصات الإعلامية سمعة وسيطا ارتكبت كل الأخطاء الممكنة للتعمية وللتغطية على الجرائم الإسرائيلية بدعم كامل من بعض الحكومات الغربية. المعادلة دي اللي غيرها الحقيقة هي معادلة الشعوب، هي الأرقام التي رأيناها بالآلاف في شوارع العديد من العواصم الأوروبية والأمريكية بتعبر عن نبض الناس. فأصبح هنا أصلا مسألة الديمقراطية كلها على المحك، مسألة أن هذه الحكومات تعبر عن هذه الشعوب هنا بقى فيها تساؤل. فهذا الموقف الفضل فيه إذا كان قد اختلف في الأيام القليلة هو يرجع الحقيقة للشعوب، يرجع للمواطنين اللي أبى ضميرهم الإنساني بصرف النظر خالص عن انتماءاتهم السياسية إنها ترى هذا الكم من الدمار والخراب وانتهاكات القانون الدولي ومجازر الأطفال والاعتداء على المستشفيات وإذلال الشعب الفلسطيني ومنع الحياة عنه بكل طرقها. هذه الشعوب انتفضت لأجل بقاء الحد الأدنى من الإنسانية، لأنه النهاردة ما هو قادم لما بنتكلم على مجتمع أممي ينفذ قراراته يضرب بيه عرض الحائط بكلية، لما بنتكلم على حقوق الإنسان الأساسية الحق في كل شيء في الحياة، مش هتكلم حتى على التعليم، ده الحق في الحياة النهاردة بتنتهي في إسرائيل بشكل يومي دون وقفة جادة. فتحول المواقف هو الحقيقة محاولة من هذه الحكومات لأنها تصبح بتعبر عن شعوبها بعد أن رأينا لأيام طويلة انفصال تام بين هذه الحكومات وبين نبض الشعوب. احنا بنشوف تضييق على مساحات الرأي، حرية الرأي والتعبير، بنشوف ناس بتفصل من أعمالها علشان مساندتها مش للقضية الفلسطينية السياسية، للقضية الفلسطينية الإنسانية. وده الحقيقة يعني تبعاته سيئة جدا جدا، واضطرت هذه البلاد لتغيير موقفها، وهو ما انتظر في الأيام المقبلة أنه يعني يحصل مزيد من الضغط من قبل هذه الشعوب وبعض إصلاحات المواقف من هذه الدول. نعم. سيادة النائبة، يعني أخيرا أيضا طلبات الإحاطة أو هذا الإجراء يعني هو نتيجة أو نتيجته أيضا توحيد الصف، يعني كما أشرت حضرتك بأنه هناك العديد من ممثلين من التيارات السياسية المختلفة يشاركون هذا الأمر. رأيك فيما يتعلق بتوحيد الصف وتوحيد الموقف مع القيادة السياسية تجاه هذا أو هذه النقطة، مسألة أنه تهجير يعني تصفية، وأنه لا يعني مساس بمسألة تهجير الفلسطينيين على حساب أي دولة أخرى، وأيضا بأن القضية لم تنسى وأن القضية أهم شيء فيها هو الحل العادل والشامل لكل الأطراف والذي يؤدي في النهاية إلى سلام واستقرار في المنطقة. رأي حضرتك كيف يقوي هذا الموقف موقف الدولة المصرية بالكامل؟ هو موقف طبيعي، هو زي ما قلت لحضرتك ده معبر عن الناس، لأنه أي مواطن مصري النهاردة هو مواطن مهتم بشأن غزة ومهتم بالشأن الفلسطيني، وهو في أولى قضايا رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة، رغم إجراء انتخابات داخلية رئاسية،
الرقم واحد على محركات البحث كلها هي الأمور المتعلقة بالقضية الفلسطينية. والحقيقة أي قوة سياسية غير منفصلة عن هذا النبض هي معبرة عنه، وكل الأحزاب السياسية وكل خيوط هذا الصف السياسي هي قلبا وقالبا موحدة الموقف إزاء هذه القضية وإزاء دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقه في عدم تصفية قضيته ووقف ثوري لإطلاق النار. نعم، النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.